طب احنا ممكن نجيب ميه و فتح له قلبك ووقتك انا عايز عاوز اشرب، ميه. انا عايز اشرب شاي، وعايز الراجل بتاع السندوتشات هو اللي يجيب لي الميه والشاي، لان انا قليل الذوق، وانا راجل قليل الذوق، لان لا انا انا قررت، الراجل بتاع هوست. انا راجل قررت ابقى قليل الذوق ليه؟ عايز اتدلع بقى. يعني انت مثلا عايزك مثلا تاخد مهمة بعد السندوتشات، يعني تبقى مثلا الراجل بتاع السندوتشات واللي بتدفع الايجار مثلا، فاهم؟ مثلا يا باشا عايزين ندور على الراجل اللي بيدفع الايجار. عملت جمبري لا 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 لا، انا مش قادر، مش قادر، تسلم. يعني مثلا احنا عايزين الراجل اللي بيدفع السندوتشات، الراجل اللي بيدفع الايجار، الراجل اللي بيجيب بنزين العربيه، وربنا يكرمنا بقى ويبقى التمويل كده. وبعدين على فكره انا برضو بفتح الباب للستات لاثبات انفسهن، وان المراه على نفس قدم المساواه مع الرجل. يعني انتوا الاثنين حاجه، انت دي فرصتك تثبتي، في واحد عمل لي سندوتشات وفي واحد جاب لي مخدرات، والراجل اللي جاب لي مخدرات قال لي انا ما مش عاجبني.